إسرائيل ترث دور لبنان عربياً، والخوف الآن على الجيش. دعوا لبنان ينهار، فليس فيهم من يتحمل مسؤولية. هذا غيض من فيض ما يقال عن زعماء لبنان في دوائر عربية وغربية، وقلة هم الذين لا يريدون للنموذج اللبناني أن يتغير، فدول المنطقة في معظمها تتجه إلى استنساخ هذا النموذج في نظام مقاطعاتها الطائفية. أما اليوم فيجري تدمير نظرة اللبنانيين إلى أنفسهم كمتفوقين على محيطهم، وهذا ما يدفعهم إلى دفع ثمن نزعتهم المتضخمة هذه مضاعفاً. وقد نكون نعيش اليوم رسم دفن العصر الذهبي الذي عاشه لبنان في علاقته بدول الخليج، وخصوصاً تلك التي كانت ترتكز على السياحة. فاليوم أصبحت المقومات كلها رملاً وتراباً، وها لبنان يعيش عزلة اجتماعية وسياسية عن أغلب دول الخليج والدول العربية والغرب. وتداعيات التحولات ستكون سياسية، فوجهة لبنان بنيويا لجهة الانهيارات في المؤسسات كلها، ويبقى الخوف على الجيش اللبناني من الإصابة بهذه العدوى. أيضا يسهم اللبنانيون في صراعاتهم المصلحية والمذهبية في تدمير ما تبقى لديهم، ولن يجدوا من ينقذهم، فدول الخليج لم تعد مهتمة، وهذه النظرة السوداوية ستتزايد في المرحلة المقبلة في ضوء تحسن العلاقات الخليجية الإسرائيلية، وهنا سيكون الانتقام الإسرائيلي. فلبنان كان مقراً لخدمات الاستشفاء والسياحة والتعليم، ومتنفساً اجتماعياً وثقافياً للعرب، وإسرائيل تعمل اليوم على وراثة دور لبنان عربياً. أخيراً وفي الأسبوع المقبل سيزور الرئيس الفرنسي لبنان في محاولة لإنقاذ ما تبقى من المبادرة الفرنسية، وبعدها سيرحل ويستمر الانهيار في إطباقه على الدولة.